الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حكيم الأنف والأذن. كالعادة في أول حلقاتنا بفكركم بموعدنا كل أسبوع كل يوم سبت الساعة 5 بعد الظهر، وفكركم برضو دايما في أول حلقاتنا بمراكزنا المنتشرة في جميع المحافظات وكمان داخل مصر وخارج مصر. بفكركم أن المركز الرئيسي في 85 شارع السودان في المهندسين، والمركز الثاني في توين تاور على المحور المركزي في الشيخ زايد. وفكركم برضو ان احنا عندنا مراكزنا في كل المحافظات تقريبا. في وجه بحري عندنا مركز مهم جدا اللي هو في دمنهور. وبفكركم ان شاء الله ان احنا اول زياراتنا هتكون للسودان باذن الله اخر الشهر ده يوم 28، وهنقعد 28 و1 و2 و3 في الخرطوم في مستشفى يستبشرون. بفكركم برضو ان الزيارة اللي بعديها على طول هتكون للوادي الجديد يوم 8 مارس. الزيارة اللي بعديها هتكون للأقصر في 3 ابريل، والزيارة اللي بعديها 5 ابريل بعديها بيومين على طول في أسوان. معلش يعني انا بعتذر لأهلنا وحبيبنا في الأقصر وأسوان شوية، احنا أخرناكم شوية معلش، ولكن الجدول زي ما بيقولوا بتاعنا كان مضغوط الفترة اللي فاتت جدا. نبدأ حلقتنا على طول ونقول سؤال كتير الحقيقة بيجيلي كتير جدا، سواء من مرضى أو من أطباء. يا دكتور هشام، هو موضوع الشخير ومشاكل الشخير، هل فعلا تستدعي إن احنا نعمل لها يبقى فيه تخصص للشخير ويبقى فيه مركز مخصوص لعلاج الشخير وكمان بيتاخد فيه دكتوراه ويتاخد فيه ماجستير؟ والسؤال الثاني برضو هو هل فعلا في كم حالات عندنا تستدعي ان يبقى فيه عياده للشخير مخصوص او مركز للشخير ومراكز كمان في منتشره في كل انحاء مصر، وكمان بيتطلب ان انت تروح خارج مصر لحالات للشخير؟ الحقيقه طبعا مخاطر الشخير كتيره جدا، وزي ما احنا اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا ان مخاطر الشخير الحقيقه ما لا تعد ولا تحصى، وانتوا خلاص بقيتوا حافظينها اكتر مني. بتبدا من مشاكل في القلب سواء كان ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الذبحه الصدريه واللغط والخنقه ومشاكل الضغط والسكر، الى جانب طبعا المشاكل الزوجيه اللي احنا بنقول عليها وعاملنا مشاكل، ان كمان الصوت العالي بيأثر على الزوجه والاولاد والجيران، الى جانب برضو المشاكل مع الزوجه نفسها سواء كان في حالات الضعف الجنسي نتيجه الارهاق الشديد والتعب، وان الاكسجين بسبب الخنقه ما بيوصلش لكل حته في الجسم، وكمان الريحه الوحشه اللي بتنفر ما بين الزوجين وبعض. عشان كده الحقيقه مراكزنا مش بس منتشره في المحافظات بس، لا دي منتشره كمان خارج القاهره وخارج مصر كمان، بتوصل لغايه السودان واماكن تانية. الحقيقه كمان فكر المراكز المتخصصة زي مركز الشخير الحقيقة فكر من زمان، ما هوش حاجة جديدة وبنقول دي حاجة جديدة، ده الفكر ده فكر عالمي الحقيقة، وإحنا بس اللي زي ما بيقولوا إيه يعني على جنب شوية كده من الفكر العالمي. عشان كده إحنا مش بس بنكشف، لا أبدا، إحنا كمان بنستقبل كل حالات الشخير من زمايلنا دكاترة الأنف والأذن، وأكتر من كده كمان التخصصات التانية زي مثلا تخصص القلب بمشاكل القلب. زي ما احنا قلنا الأحدث الأبحاث العالمية بتقول إن 25% من مرضى القلب بيعانوا من موضوع الشخير، عشان كده دكاترة قلب كتير جدا بيبعتوا لنا حالات الشخير اللي بيبقى من نتيجتها مشاكل في القلب. كمان زمايلنا تخصصات الجهاز الهضمي عندهم بيجي لهم حالات كتير جدا بسبب الشخير اللي هي بتعمل مشاكل في المعدة والتهابات، وكمان بتتشخص على انها ارتجاع في المريء. كمان زمايلنا تخصصات التخسيس والسمنة، مشكلة السمنة ومشكلة الناس أصحاب الأوزان الكبيرة عندهم مشاكل في الشخير وخنقة جامدة جدا، عشان كده من ضمن العلاج بتاع التخسيس
ان احنا بنعمل عمليات الشخير، واخيرا دكاترة الصدرية بما ينتج عن المخاط بتاع الشخير من التهابات شديدة جدا وكحة والتهابات في الشعب. عشان كده الحقيقة هدف مراكزنا مش بس ان احنا بنعالج او بن لا ده احنا بنكتشف الحالات بدري جدا، عشان زي ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج. عشان كده هدف من الاهداف الاساسية بتاعت حكيم الانف والاذن ومراكز الشخير ان احنا نكتشف الحالات دي بدري عشان ما توصلش وتعمل مشاكل كبيرة. الحقيقة النهاردة احنا معانا حالة شخير، حالة زي ما بيقولوا هو ده اللي مش عايزين نوصل له. الحالة دي الحقيقة انا عايزكم لما تشوفوها، انا طبعا الحالة دي بالذات هعلق عليها في وسط الفيديو. ليه؟ لان الفيديو دون الحالة بتخيلوا الفيديو ده دقيقتين، العيان بياخد نفسه في الدقيقتين دول مرتين. طب ما بين المرتين بيعمل ايه؟ نفس مكتوم وواقف تماما وكأن العيان ميت. عايزكم تاخدوا بالكم فترة توقف النفس قد ايه، وعايزكم تاخدوا بالكم لما النفس بيرجع العيان بيبقى شكله عامل ازاي. نشوف الشخير الحالة اللي جاية دي كده ونعلق عليها. طبعا هنا العيان نفسه تقريبا توقف، شايفين صدره ولا بيطلع ولا بينزل، داخلي فقط مفيش نفس خارج منه، العيان كأنه ميت مفيش صوت خالص خارج منه، شايفين بطنه بتعمل ازاي. لو مسكته ساعة هتلاقي عدى تقريبا 50 ثانية تقريبا، لغاية دلوقتي صوته ما شفتوا حضراتكم المنظر عامل ازاي؟ شفتوا لما نفسه رجع وابتدى ياخد نفسه مره تاني الخنقه رجعت، المنظر عامل ازاي؟ هو دلوقتي طبعا دخل في مرحله توقف النفس الثانيه 50 ثانيه تاني. شوفوا حضراتكم شكله عامل ازاي؟ وكانه ميت، يا دوبك بطنه بتتحرك، الهواء بيخرجش من مناخيره خالص ولا بقه، لان مناخيره مقفوله وحاطين له كمان اكسجين كمان. هنشوف لما يرجع بقى شكله عامل ازاي تاني. كل ده نفسه واقف، كل ده نفسه واقف. عشان كده الحقيقه احنا بنعمل عمليه الشخير عشان العيان ده بالذات، مش عايزين حد ولا حد من عياننا يوصل بيه المرحله ان هو يبقى المنظر ده. العيان ده طبعا عنده مشكله في القلب جامده جدا، عنده لغط في القلب، عنده مشاكل ذبحه صدريه، شايفين العيان مركبين له اكسجين ولكن للاسف بلا فائده، خلاص حاله القلب وصلت لمرحله متاخره، والعيان زي ما انتم شايفين كده كل 50 ثانيه او كل دقيقه نفسه بيتوقف تقريبا 50 ثانيه. الحقيقه النهارده بقى احنا معانا حاله عاديه جدا من حالات الشخير. عايزين نشوف النهارده الحاله العاديه دي. احنا النهارده معانا الاستاذ عبد القادر، كل مشكلته ان زوجته متضايقه من الصوت العالي. طب هو بيشتكي من ايه تقريبا؟ تقريبا ما بيشتكيش غير ان هو نفسه بيتوقف او نفسه بيصحى كده على خنقه مرتين ثلاثه بالليل، بيبقى ريقه ناشف، شويه حرقان في زوره، مفيش حاجه اكتر من كده. انا جايب الحاله دي عشان نشوف الحاله دي بنعملها بدري، عشان وهي دي اهم هدف من اهداف مركز الشخير، ان احنا نكتشف الحالات بدري عشان ما نوصلش للحاله اللي احنا لسه شايفينها. نشوف مع بعض الاستاذ عبد القادر شكوته عامله ازاي ونرجع لكم مره تاني. انا يا استاذ عبد القادر، اهلا بيك. ازاي صح؟ الحمد لله. الف سلامه. الله يسلمك. تشتكي من ايه قول لي؟ زوري تعبني وما بقدرش اخد نفس بالليل. وبقوم 3-4 مرات. بتقوم على ايه؟ على خنقة. مخنوق 3-4 مرات؟ بحس بخنقة هنا وضيق في النفس. وبقوم حتى انا شايفك بتتكلم بصعوبة ومتضايق. حاسس ان الحتة دي خانقاني. ومرارة بقى في مناخير وبق. الكلام ده بقاله قد ايه؟ بقاله سنتين. في صوت وانت نايم، يعني شخير وانت نايم؟
انا المدام بتقول لي اللي عندك انت بتشخر كتير. بتقول لك بتشخر؟ اه. طيب بتقول لك ان انت نفسك بيتكتم وانت نايم؟ انا بقوم على بتاع دوت على خنقه جامده وببقى مش قادر، عايز اقعد اقف في الاول عشان اشم هوا، مش قادر من الخنقه. كم مره بتقوم بالليل؟ حوالي 3-4 مرات. 3-4 مرات؟ اه. بتجيلك شرقه؟ مش قوي. لا لكن بتجيلك شرقه؟ يعني مش قوي. اه. ببقى وعايز اشرب ميه على طول. اه يعني على طول رئتك ناشف. اه. حاطط كوبايه ميه على طول جنبك. اه حاطط ازازه ميه بفضل طول الليل. اه. طيب احنا طبعا انا كشفت عليك وقلت لك ان انت عندك الحاله بتاعتك دي اسمها حاله شخير ومحتاج طبعا عمليه زي ما انت عارف. العمليه اللي بتتعمل دي طبعا بنعمل عمليه في سقف الحلق زي ما انا قلت لك النهارده، وعايز بعد العمليه تقول انا بقيت كويس. انا كويس. تنام كويس. يعني مش عايز خنقه بالليل. اه. مش كده؟ قول يا رب ان شاء الله. تعالى كده. كويس. قول انا شايف في صديد في الناحيه الشمال عندك. اه طبعا عندك زي احنا شايفين اهو حلقك مقفول، سقف الحلق ساقط. قول تاني. كويس. وهنشوفك بعد العمليه وهنشوف زورك وهشوف انت بقى اخبارك ايه بعد العمليه ان شاء الله. قول يا رب ان شاء الله. هو ده استاذ عبد القادر زي ما حضراتكم شايفين، وزي ما قلنا بالظبط انه حالته مش حاله متاخره، وهو ده اللي احنا عايزينه، ان هو ما تبقاش حالته متاخره، عايزين تبقى حالته حاله شخير في بدايته عشان ان شاء الله لما نعمل له العمليه يبتدي يتحسن. وشفتوا حضراتكم نقطه الصديد اللي موجوده في الناحيه الشمال عنده، هي دي بدايات بقى ايه؟ بدايه الريح الوحشه، بدايه المشاكل الزوجيه، وبدايه التنافر ما بين الزوج والزوجه بسبب الريحه وبسبب الالتهابات وبسبب الشخير وبسبب الصوت العالي وبسبب الضعف الجنسي اللي ممكن يحصل. فعشان كده احنا الحالات دي الحقيقه بنكتشفها بدري جدا وبنعملها عمليات الشخير زي ما انتم شفتوا. عنده تقريبا في حدود 40 سنه ولا 42 سنه، عملنا له عمليه الشخير، عملنا له عمليه اللوز. عشان كل الناس اللي بتقول عمليه اللوز ما بتتعملش في سن كبير، ده احنا اساس تقريبا عمليات الشخير ان هي بنعمل فيها سقف الحلق وبنشيل اللوز او جزء من اللوز. الحقيقه دايما زي ما بقول، انت عشان تعرف نتيجه العمليه تسمعها من المريض وليس من الطبيب. عشان كده هنروح للاستاذ عبد القادر تاني ونشوف بعد ما عملنا العمليه باسبوعين كان رايه ايه في العمليه، الشخير شكله عامل ازاي، الخنقه شكلها عامل ازاي، زوجته اهم حاجه اللي هي كانت عامله له مشاكل وجاي عشان كده قالت له ايه. نشوف كده بعد العمليه ونرجع لكم مره تاني. يا اهلا يا استاذ عبد القادر. اهلا بيك يا دكتور. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. احنا عاملين العمليه بقالنا قد ايه دلوقتي؟ بقالنا اسبوعين. اسبوعين؟ طمني اخبارك ايه؟ لا الحمد لله دلوقتي الضيق النفس اللي كنت بشتكي بيه قبل العمليه دلوقتي الحمد لله بقيت انام كويس. انت كان نفسك تنام؟ اه. نمت كويس. احسن؟ احسن من العمليه بكتير الحمد لله. ايه تاني اتحسن؟ طمني كده. وضيق النفس اللي كنت بقوم 3-4 مرات فالحمد لله دلوقتي بقيت انام، مفيش اي حاجه بتضايقني من ضيق النفس. كويس. الصوت اخباره ايه؟ الصوت الحمد لله احسن دلوقتي. انا شايف صوتك غير المره اللي فاتت خالص، كنت حاطط ايدك على زورك وكنت مخنوق ومتضايق. هو كان قبل العمليه كان تعبني وكان صوتي رايح خالص، انما بعد ما عملت العمليه الحمد لله. بتقوم تشرب ميه بالليل برضو زي الاول؟ لا الموضوع ده انتهى. الحمد لله تماما. لا انا بنام لغايه الصبح يعني، وباخد كفايتي من النوم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. قول لي زوجتك لسه بتقول لك فيش خير زي المره اللي فاتت؟ لا هي بسألها بقول لها انت بتشوفيني يعني وانا نايم بعمل صوت ولا بتاع؟ قالت لا الحمد لله انت احسن من قبل من بعد العمليه. انت راضي عن العمليه؟ اه الحمد لله. حاسس ان فرقت قبل لبعد العمليه؟ اه حاسس فرق كبير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا بقى لنا اسبوعين ان شاء الله في التحسن، هيبقى طبعا لمده شهر كمان ولا شهرين من دلوقتي، وهنعمل معاك تسجيل تاني بعد شهرين كده ونشوف برضو اخبارك ايه ان شاء الله. تعالى اقعد كده برضو وعايز اشوف زورك. نفس طبعا فرق كبير ما بين المره اللي فاتت والمره دي. نفس كويس جدا. كويس جدا. كويس جدا. ان شاء الله التحسن هيبقى احسن كده كمان باذن الله ان شاء الله. هو ده الحقيقه اللي احنا عايزينه بعد العمليه، ان طبعا النفس يتحسن، العلاقه بين الزوج والزوجه تبقى علاقه نرجعها زي ما كانت، يبتدي في تحسن في النفس، تبتدي الصحه ترجع كويس، يبتدي ياخد نفسه، يبتدي يرجع بصحته مره تاني. احنا مش خايفين عليه في سن الاربعينات الحقيقه،
في اوائل الاربعينات، احنا خايفين عليه لما يخش في الخمسينات والستينات، عشان هي دي المرحله الحقيقه اللي بتبان فيها جدا مشاكل الشخير بالمخاطر بتاعته. نخش على الحاله الثانيه بقى على طول ونقول اكيد مفيش ام الا لما اتخضت على ابنها وقالت وشافت ان هو بينزف من مناخيره دم، واكيد برضه مفيش اب الا لما على الاقل زوجته كلمته وقالت لي وقالت له الحقني يا ابو محمد ده الولد بينزف دم، اعمل له ايه وتعالى بسرعه اتصرف معايا. واكيد برضو حضراتكم كلكم عارفين وخاصه الامهات اللي قاعده كلهم ما شاء الله عارفين، يقول لك يا دكتور هشام الموضوع سهل جدا، موضوع نزيف دون على طول، ما هو ده دم فاسد ودم زياده، وعلى طول بقول للولد وطي مناخيرك لتحت، وعلى طول يعني اي مضاد حيوي كده ولا حاجه والدم بيقف والدنيا بتمشي والموضوع خلص. طب ما خلاص طالما الموضوع سهل كده وشويه دم فاسد والموضوع واقف، خلاص اقفلوا التلفزيون وانا اروح وخلاص بقى الموضوع ايه، مش مستاهل ان احنا نتكلم والموضوع خلص. لكن الحقيقه حكيم الانف والاذن عودكم دايما ان كل المواضيع بيقدم فيها الجديد، وكل المواضيع بيغير ويحسن من المفهوم الطبي ومن العادات والتقاليد الطبيه المتوارثه من زمان جدا. عشان كده اول حاجه بنسال نفسنا عليها هو السبب النزيف المفاجئ ايه؟ خدوا بالكم كلمة مفاجئ اللي هو فجأة تبص تلاقي الدم نزل سواء من كبير او صغير سواء بالليل او بالنهار. الحقيقة النزيف المفاجئ للكبار على طول من غير ما نفكر احتمال كبير جدا يكون ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، وعادة بيكون قبله يا اما شوية نرفزة يا اما شوية يعني شدة اعصاب يا اما خناقة يا اما تفكير يا اما قول زي ما تقول والدنيا يعني ايه ما بتسيبش حد في حاله. تمام؟ عشان كده اي حد كبير بينزف وفجأة في اول مرة ينزل على طول يقيس الضغط ويطمن اخبار ضغطه ايه، وعلى فكرة يقيس الضغط كذا مرة، لان عادة ممكن الضغط يكون مش يعني يكون مظبوط دلوقتي لكن بعد ساعتين او على اخر النهار يترفع مرة تاني. طب الصغيرين لو جالهم نزيف فجائي وخاصة بالليل، ده على طول نفكر ان الطفل بيبقى عنده مشاكل في الانف مستمرة، سواء كان بقى ايه سواء كان رشح او عطس، ومشكلته طبعا ان هو لازم يتعالج بسرعة من الحاجات. لكن الحقيقه النزيف المفاجئ ده ما بيخوفناش قوي، الحقيقه احنا بنقلق جدا من موضوع النزيف المتكرر اللي بنسميه المزمن. الحالات الكبيره الحقيقه لما بيبقى في نزيف متكرر او حالات صغيره نزيف متكرر، هنا الحقيقه بنقلق وبتبقى اسبابه الحقيقه كتيره وبندور على اسبابه. اهم الاسباب للنزيف المتكرر للكبار زي ما احنا قلنا ارتفاع ضغط الدم، عيان عنده ضغط وعلى طول كل فتره ضغطه زي ما بيقولوا كده بيلعب معاه، يرفع تبص تلاقي جاله نزيف. عشان كده علاجه الاساسي اقول له انا هعمل لك حاجات دلوقتي توقف النزيف، لكن على طول على اي دكتور بطنه اللي حضرتك بتتابع معاه وتظبط ضغطك وتجيلي، لان النزيف مش هيقف. فاهم حاجه ظبطت الضغط. من الحاجات المهمه جدا برضو اللي بتعمل نزيف متكرر لو في مشاكل في الانف زي لحميات زي اورام زي حساسيات زي التهاب مزمن في الجيوب الانفيه برشح وعطس ومناخير على طول بايظه، زي السجاير، الناس اللي بتشرب سجاير كتير وبتشرب شيشه كتير على طول السخونيه بتعمل مشاكل جامده جدا في جدار الانف وتبهدله وتخلي زي ما بيقولوا كده الاورده اللي موجوده في جدار الانف تبقى متعريه وتبقى سهله ان هي تنزف. كمان في الناس اللي بتشرب كحول كتير والناس اللي بتشرب خمور كتير واستخدام كمان ادويه السيوله، في ناس كتير بتستخدم ادويه السيوله زي الاسبرين الناس الكبار، فده بيبقى عندهم قابليه اكتر ان ممكن يحصل نزيف. الناس اللي بتستخدم مسكنات على طول، الناس اللي بتستخدم مضادات حيويه على الفاضي والمليان وادويه الروماتيزم، الى جانب الامراض برضو الناس اللي عندها امراض دم، الناس اللي عندها امراض في الكبد مشاكل في الكبد، كل ده ممكن يعمل نزيف من الانف متكرر. من الحاجات المهمه جدا واللي محدش بيبقى واخد باله منها كمان الحاجز الانفي المعوج. الحاجز الانفي المعوج من اكتر المشاكل اللي ممكن تعمل نزيف والعيان بيدوخ بيه، وكتير جدا من العيانين يجوا لي بس بيشتكي من نزيف الانف المتكرر، بيجي له كل شهرين كل 3 اشهر مره، اكشف عليه نعمل له تحليلات كل حاجه. لكن الحقيقه لما اول ما اكشف عليه ولاقي ان في اعوجاج في الحاجز الانفي اقول له بس ولا تدور ولا تدوخ، خلص الموضوع، انت نعمل تقويم للحاجز الانفي والدنيا بتتظبط. وجبنا لكم كذا حاله هنا الحقيقه برضو وعمل بسبب من ضمن مشاكل الحاجز الانفي اللي هي صداع وبلغم، بيبقى فيه زي يقول لك ايه بيجي لي نزيف كده كل فتره، ابص الاقي المخاط بتاعي معرق بدم، كل ده
بسبب الحاجز الانفي. لو في طبعا عند الاطفال الصغيرين جسم غريب جوه الانف برضه بيعمل مشاكل في الحاجز الانفي. الحقيقه انا عايز افرجكم على صور وهنعلق عليها. الصور دي بتقول نشوف الصور كده ونعلق عليها. اول حاجه يا دكتور هشام، طب احنا عيان جاله نزيف نعمل له ايه؟ هنرجع بقى راسه لورا زي ما ام محمد قالت ونسمع كلامها وبتاع؟ طبعا لا. عيان النزيف يا جماعه اول حاجه بنعملها له توطي قدام زي ما العيان ده قدامكم، وطى لقدام. طب يوطي لقدام ليه؟ لان احنا لو رجعنا راسنا لورا الدم هيرجع لورا ونبلعه وينزل على المعده ونبقاش عارفين هل الدم وقف ولا ما وقفش. لكن انا لما بعمل لقدام يبقى لو في دم نازل هيبان لي، ولما بمسك مناخيري بالمنظر ده، الصوره اللي بعديها بالمنظر ده بالظبط، يبقى انا كده بدوس بايديا الاثنين على المكان اللي بينزف بالظبط كده. فدي اول حاجه نعملها، وطي راسك لتحت. اتنين، امسك مناخيرك. تالت حاجه على طول تحط راسك على طول تحت الحنفيه، يعني تحت ميه، يعني عايز اقول ميه بارده مش ميه دافيه. الصوره اللي بعد كده ادي برضو نفس الكلام، ادي شخص بينزف راح موطي على طول وراح ماسك مناخيره عشان الدم لو في دم يقدر يشوفه قدام. الصوره اللي بعديها دي حاجه بنحطها بقى للنزيف، حاجه عليها ماده بتتحط جوه، ماده قابضه، دي نمره حاجه للاوعيه الدمويه، فبتوقف النزيف بعد ما نكون مسكناه شويه. الصوره اللي بعد كده دي برضو بالونه بنستخدمها الحقيقه في حالات النزيف الشديده، سواء كان في الجزء الامامي من الانف او الجزء الخلفي من الانف. الصوره اللي بعد كده دي حقيقة بتبين لي سبب كتير من اسباب النزيف، ان الطفل بيلعب في مناخيره وممكن يعورها، وممكن كمان من بيبقى عنده رشح او بيبقى عنده حاطط جسم غريب جوه الانف، فتلاقي الطفل على طول. وجبنا لكم قبل كده اطفال كتير جدا حاطه، اللي حاطط صفيحه واللي حاطط خرزه واللي حاطط بطاريه، اخر حاله جبنا لكم واحد حاطط بط، يعني حالات كتير جدا الحقيقه بتبقى مشاكلها هي مشاكل النزيف. هو السؤال العلاج ايه؟ وعارفين كل الكلام ده بقى، طب علاجها ايه؟ العلاج الحقيقه نمره واحد علاج السبب. علاج السبب ما فيهاش كلام، الطبيب هو شغلته ان هو يشخص، وبعد ما يشخص، ودي اكبر مشكله عندنا في الطب الحقيقه، مشكله التشخيص. لو عيان كلمني في التليفون وقال لي انا تشخيصي كذا، هقول له علاجك كذا من غير ما اشوف، ما اشوفه ليه، ما هو شخص. لكن مشكلتنا الحقيقه او اهم مشكله، انت بتجي لي حضرتك وبتدفع لي الفيزيتا بتاعتي مش عشان اعالجك واديك علاج، ده اسهل حاجه، لكن عشان اشخصك. وهي دي الحقيقه زي ما بيقولوا الحرفه بتاعت الطبيب، ان هو يقدر يشخص وبيقعد مع العيان، ممكن يقعد معاه دقيقه وممكن يقعد معاه نص ساعه، يفضل يتكلم وياخد تاريخه المرضي مظبوط عشان يقدر يوصل للتشخيص السليم. وانا بحط تحتيها مليون خط. عشان كده حالات النزيف من الحالات البايخه. ليه؟ انت بتفضل ورا العيان لغايه ما تكتشف سبب النزيف، وخاصه في الحالات المزمنه، عشان نقدر نوقفه له تماما. الحقيقه مش شطاره ان عيان يجي لي عنده نزيف اعمل له كي ومع السلامه. هيجي لي بعد شهر تاني عنده نزيف واعمل له كي ومع السلامه، لغايه ما مناخيره تتهري. فالحقيقه موضوع الكي ده موضوع الحقيقه يعني انا مش بلجأ له الا في اخر حاجه، او بلجأ له في الحالات الفجائيه، وبعد كده نبتدي نفحص ونبتدي نشوف السبب. فقلنا اول حاجه نكتشف السبب او نشخص صح. بعد كده لما بنشخص صح بنعمل ايه؟ في عندنا بقى علاج بالليزر، في عندنا علاج كيماوي، في عندنا ادويه، في عندنا حاجات يعني موضعيه، الحاجات لا حصر لها، ولكن من الاول للاخر اهم حاجه عندنا هي اكتشاف السبب. طيب كده خلصنا الحاله الثانيه، نخش على الحاله الثالثه بقى. وبنقول فيها قبل ما نتكلم عن الحاله الثالثه ونشرح ونتكلم ونقول، تعالوا نتفرج على الفيديو دون، وبعد ما هنتفرج عليه نبتدي نتكلم بقى ايه ونعيش في الموضوع اللي احنا على الحقيقه مفيش بيت يخلو منه الا، ومفيش يوميا الا ما تليفونات تيجي لي، ومفيش يوميا الا ما حالات نشوفها في الموضوع اللي هنشوفه ده. نشوف الحاله اللي هنشوفها دي ونرجع لكم مره تاني. ماله عمرو بقى استكل؟
عمر كان 4 سنين عنده الميكروب سبح، يعني قالوا للدكاتره انه عنده ميكروب سبح. قالوا لك بناء على ايه؟ على التحليل؟ على بناء على التحليل. التحليلات قالت ان عنده ميكروب سبح. اه. وقالوا لك كده، عملت ايه؟ عملت كان بديني علاج البنسلين. بنسلين؟ اه. 4 سنين بياخد ابره بالتحليل. انا عايز اسالك سؤال. نعم. هل الولد نفسه كان بيشتكي باي حاجه؟ رجليه مثلا مش قادر يمشي عليها، مش قادر يقف، على طول همدان، على طول رجليه بتورم؟ لا ولا حاجه من ده كله. ولا حاجه من ده كله؟ ولا حاجه. وكنت بتديله ابره بنسلين؟ وكنت بدي ابره بنسلين. كل قد ايه؟ كل 20 يوم ابره. كل 20 يوم ابره بنسلين؟ وكان الولد بيتقبلها كويس؟ لا كان بتعب، يعني بتتعب، يعني الابره حتى الاختبار ده ولا بتعب خالص. اه. وبضطر بديلها مسكين، يعني حتى اخذ عليها وبقى يتقبلها لوحده، يعني 4 سنين على كده عشان اخذ على كده. وفي الاخر بقى لقينا ايه؟ في الاخر جيت عند الدكتور هشام الله يبارك فيه، يعني عمل تحليل المزرعة بتاعت البنسلين، بتاعت البنسلين اللي هي المزرعة بتاعت الميكروب السبح اللي بنشوف بيها. آه اذا كان في ميكروب سبح ولا لا. طلع ايه؟ طلع انه مفيش. مفيش ميكروب سبح. اه مفيش. طب طول الفترة دي الولد بيشتكي بايه؟ ما بيشتكيش. امال عم تديله ابره بنسلين ليه؟ بناء على التحاليل اللي بقول لي انه في ما مكروه. ومفيش اي حاجه حسيتيها ان الولد تعبان ولا رجليه بتورم ولا رجليه بتاع؟ ولا حاجه. ده هو الولد طبيعي؟ ولا في مفيش. قبل العام، قبل البنسلين وبعد البنسلين؟ احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي موقفين البنسلين؟ شهر. شهر من جيت لحضرتك يعني المره اللي فاتت، من ساعه بقى لنا شهر موقفين ابره البنسلين. هاي. حصل فرق ما بين لما وقفتيها او لما خدها؟ لا ولا حاجه. سلامتك. مش عايزين نقول ان ابره البنسلين نديها كده على الفاضي والمليان لاي حد. لا لا ما نديهاش على طول، لا عشان دي بتعمل صدمه عصبيه للاطفال الصغيرين. ايوه لا تنصدم والله كثير، والله بتعب مسكين، يعني نفسيا بتعب كثير من الحقنه دي. والله يا جماعه ابره البنسلين دي عامله لنا مشاكل جامده جدا، وعامله لي انا مشاكل شخصيه جامده جدا، لان كل عيان وكل طفل بيجي بيتعذب بابره البنسلين انا الحقيقه ببقى عايش معاه وحاسس بيه. تخيلوا 4 سنين، 4 سنين الطفل بياخد ابره البنسلين كل 20 يوم، يعني كل 20 يوم بيروح يعمل اختبار بنسلين حساسيه، وبعد كده يبتدي ياخد ابره البنسلين. الولد خلاص، عارف الولد وصل لمرحله من الصدمه ان هو خلاص سايب نفسه. مش معقول يا جماعه، الولد كمان ما بقاش خلاص والمشكله ان الولد ما بقى مش بيشتكي بحاجه. ده الام يعني هتتجنن. طب يا ماما بيشتكي بحاجه؟ طب بيشتكي برجليه، بيشتكي بركبه، بيشتكي بزوره، بيشتكي باي، ما فيش حاجه خالص. امال بتديله ابره البنسلين ليه؟ تقول لك قالوا لي. قالوا لك ايه؟ قالوا لي عنده روماتيزم. قالوا لك عنده روماتيزم بايه؟ عملوا له تحليلات وقالوا روماتيزم. يا جماعه من فضلكم، ابره البنسلين مشكله كبيره جدا. عشان كده احنا دايما نقول بنعيد ونزيد ان سرعة الترصيب يا جماعة اللي احنا معلقين عليها ابرة البنسلين ليس لها اي قيمة. سرعة الترصيب دي عبارة عن سرعة الترصيب عبارة عن نوع من انواع التحليلات بتبين ان في التهاب في الجسم. يعني ايه التهاب في الجسم؟ يعني لو حضرتك صباعك بيوجعك وفي شوية التهابات وارم، هيبقى في سرعة ترصيب عالية. حضرتك لو صباع رجلك في شوية التهابات وارم، هيجي لك سرعة ترصيب عالية. فمش معقول يا جماعة اي حاجة سرعة ترصيب عالية نقول ده روماتيزم وابره بنسلين. طيب الله، طب امال امتى ندي ابره البنسلين؟ قلنا مليون مره ان ابره البنسلين دي لازم عشان ندي ابره البنسلين لازم يبقى معايا دكتور قلب. هو دكتور القلب ودكتور الانف والاذن هما الاثنين بياخدوا قرارهم عشان ندي ولا ما نديش، وندي ايه، والمده قد ايه، وندي لمين. قصه طويله جدا جدا جدا. طيب ليه دكتور الاطفال بالذات؟ لان يا جماعه الحمى الروماتيزميه بتاثر على القلب، بتعمل مشاكل في القلب، بتعمل مشاكل في صمامات القلب. والقلب من الحاجات المهمه جدا، اول مشكله بتحصل في الروماتيزم ان على طول الاجسام المضاده بتروح على الصمام، سبحانك يا رب، بتروح على الصمام جري وتروح لازقه فيه وعامله فيه مشاكل. طب ما تيجي نشوف كده مشاكل وعلامات الحمى الروماتيزميه، ناخد الصور الاولانيه كده ونعلق عليها. اللي احنا شايفينه قدامنا دول بنسميها 4 علامات صغرى اللي بتاعت بدايات الحمى الروماتيزميه. دي العلامه الاولانيه ارتفاع سرعه الترصيب، ماشي، دي علامه ومتشكرين جدا. وفي نفس الوقت برضو ايه هي التتر بيزيد كل مره. الصوره اللي بعديها يبقى عندنا التهاب لوز متكرر ولوز متضخمه، وشكل الحلق شكله عامل ازاي، وقصه كبيره ما حدش يشخصها غير دكتور الانف والاذن. الصوره اللي بعد كده فتحنا بق الولد وشكينا، خدنا وشكينا ان عنده روماتيزم، شكينا بس، بناخد له حاجه اسمها مسحه من الزور، وبعد المسحه من الزور بنروح نحللها بنشوف هل البكتيريا العنقوديه موجوده ولا لا،
يجي لنا التحليل ولا لا. الصوره اللي بعد كده دي درجه الحراره، في ارتفاع في درجه الحراره. طيب في ارتفاع في درجه الحراره، طيب ماشي. طيب نشوف بقى، ناخد بسرعه الصور بتاعه المخاطر بتاعه الحمى الروماتيزميه. عندنا برضو اربع حاجات كبيره جدا. اول حاجه ادي التهاب في المفاصل وركبه متورمه جدا جدا جدا، دي حاجه خطيره. الصوره اللي بعد كده دي حاجه اسمها كوريا، المشكله كبيره جدا وبتعمل مشاكل في العصب في في الجهاز العصبي. الصوره اللي بعد كده دي حاجه اسمها سبكيوتينيوس نديول، يعني حاجه كده بليه موجوده تحت الجلد، دي حاجات الخطيره جدا. الصوره اللي بعد كده ده طفح جلدي، من الحاجات الخطيره جدا في الحمى الروماتيزميه. خلاص كده هم الاربع حاجات. نرجع بقى مره تانية ونقول، هنقول ان الحمى الروماتيزميه اربع حاجات بسيطه واربع حاجات خطيره. عشان نشخص حمى الروماتيزميه يبقى عندنا اتنين من الخطيره دي تبقى موجوده عشان ادي ابره البنسلين، او واحده خطيره واتنين من الحاجات البسيطه. بكرر مره تاني موضوع مهم جدا، وابره البنسلين ما تتاخدش لاي حد. زي ما بيبلغوني كده في الكنترول، حلقتنا خلصت، وقتنا خلص بسرعه جدا جدا، لكن بنفكركم مره تاني مواعيد حلقتنا كل يوم سبت الساعه 5 بعد الظهر، وبنقول ان مراكزنا المركز الرئيسي في 85 شارع السودان في المهندسين، ومركز رئيسي في توين تاور في الشيخ زايد على المحور المركزي، الى جانب مراكزنا المنتشره في كل مكان في المحافظات من اول دمنهور. وبفكر ان احنا رايحين ان شاء الله اول زياره للسودان في الخرطوم في مستشفى يستبشرون يوم الحد، زي النهار يوم الحد ان شاء الله اللي هو 28 و1 و2 و3، وبعديها في الاقصر باذن الله يوم 3 ابريل، وبعديها في اسوان يوم 5 ابريل. زي ما بقول دايما، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي حكيم الانف والاذن دكتور هشام ابراهيم.